تعالوا بقى يا جماعة، دلوقتي ابتدى موسم العروض في يانسن وفي انجلاند. كل يوم او يومين هعمل لكم عرض جديد، تمام؟ احنا مجهزين لكم النهارده عرضين، عرض على شركة يانسن وعرض على مراتب انجلاند. هقول لكم الاول العرض اللي على شركة انجلاندر، هتاخد لو انت معاك 17000 هتاخد بيهم ايه؟ العرض بتاعنا 3 مراتب، مرتبة ارتفاع 30 سم سوبر كلاسيك، ومرتبتين كلاسيك، و3 مخدات، و2 خدادية، وكمان في 2 خدادية من عندنا هدايا. يعني كده هيبقى الاجمالي التوتال 3 مراتب و3 مخدات و4 خداديات. دول لو معاك 17000 تاخد بيهم العرض ده، تمام؟ عرض ينسن بقى يا جماعه، برضو عامل لكم عرض على 3 مراتب من ينسن، 3 مراتب ارتفاعهم 25 سم، مرتبه كبيره، ومرتبتين اطفال، برضو 3 مخدات و4 خداديات، 13800. لو معاك 13800 هتاخد العرض ده. بس كده ده طبعا عروض كويسه جدا عملناها لكم، والفتره الجايه هنعمل لكم عروض كتير على كل مراتب يانسن وانجلاند. المراتب بتاع انجلندر 3 مراتب، المرتبه الكبيره ارتفاع 30 سم، والاطفال ارتفاعهم 25 سم. يبقى دلوقتي معانا عرضين، عرض يانسن وعرض انجلند. عرض انجلندر 17000 وعرض انجلندر 13800، تمام؟ تاخد بيهم التوتال الباكج ده كله. انتظرونا بقى في الايام الجايه عشان هنعمل لكم عروض على موديلات مختلفه من جلندر ومن يانسن، عشان طبعا نعمل لكم حاجه كويسه كده كل الفتره اللي جايه، تمام؟ تابعونا وانتظرونا في كل يوم فيديو جديد. شكرا.